أول مرة في تونس 100 كيلومتر كورس عالسقيم ألترا ميراج الجريد ينطلق من توزر نهار السبت 7 أكتوبر مع 7 متاع الصباح 60 عداء من 12 دولة 52 راجل و 8 نساء الكلنا معهم في أطول كورس في تونس ونتبعوهم على شمس فام وألترا ميراج.com بمساهمة تأمينات بيات وشمس فام.